تعرفي نعريمان؟ شو؟ صحي دائرتنا الجديدة بعيدة شوي، بس موقعها كتير صحي. شام الهوا هون شو نظيف؟ يا ستي شرحة، فعلا شرحة. إيه بلا شرحة بلا مرحة، الله أيام هديك الدائرة. أوف، ليش بقى؟ بعدين على القليلة هون لا في ريحة مازوت ولا في ريحة دخان. إيه صحيح، بس بهديك الدائرة كانت الهريبة من الدوام سهلة، لأنها بنص البلد، أما هون ما في أمل بالهريبة منوب. اهربي، مين ماسكي؟ ما حدا ماسكني، بس إذا هربت بيتسجل علي يوم غياب كامل، لأنه إذا بدي أفركة على البلد لأقضي لي شي شغلة وأرجع بنهاية الدوام لحتى أوقع بيكون راح ساعتين ثلاثة مواصلة. هاي معك حق فيها، لأنه بالدائرة القديمة كنا نقضي نص دوامنا برات الدائرة، لا من شاف ولا من دري. تعي تعي، شو بدنا نساوي؟ ألو نعم. أهلين سحر، الحمد لله تمام، كيفك أنتِ؟ الحمد لله. والله أنا قاعدة ما عم ساوي شي. ليش قاعدة بلا شغل؟ وشو بدك يعني اشتغل؟ إذا مدير عام ما في. دخلك أنتو بشو عم تشتغلوا؟ عم تاكلوا فول؟ وليش ما عزمتوني؟ لسه ما بلشتوا؟ أصبح جاي لعندك فورا. استنوني. ماشي، باي باي. ما قلتولي مين صاحبة الفكرة العظيمة؟ سحر، تستاهلي براءة اختراع عليها. ليش بقى؟ لأني كنت مفكرة رح نحرم أكل الفول والفلافل والتسائي لما رح ننتقل لهون، بس الحمد لله يلي خاب ظني. شو يعني إذا ما كان في حمصاني حوالينا ما بنعرف نتبل الفول لحالنا؟ الفشل أكبر حمصاني قدامك. لسه ما شفتوا شي، بكرة بس تدوقوا من تحدياتي التسقية بالزيت رح تبصمولي بالعشرة. أنا من هلأ باصمت لك. اللهم عنيون. تفضل أبو عزيز، أماني أماني، تفضل معنا. صحة وأنا زباتكم. إيه يا أبي، هاي الشاي وهاي السكر، بقى حلو الكاسات على كيفكم. يسلموا إيديك، يسلموا إيديك. صبي صبي صبي، كيف تحبوها؟ أنا حلوة. كلكم حلوة؟ شو أستاذ بها؟ شو في عندك أخبار جديدة؟ عن شو؟ يعني جماعة مو ناويين يحطونا مدير جديد ولا مستكثرين علينا؟ طبعا بدهم يحطوا مدير، لك عن شو؟ هيك بخلونا بلا مدير، معقولة؟ طيب امتى؟ دخلك وانت ليش كثير محرقص ومستعجل؟ يعني إذا ضلينا هيك مو أحسننا؟ شباب شباب، خبر عاجل. خير أبو عزيز، بشر. طلع قرار تعيين المدير العام. شو هالحكي؟ مين ولا؟ لا تسألوا مين وقال لك، أخبار موثوقة ومسندة. طبعاً، ليش في شي مرة جبت لكم خبر وما طلع صح؟ هو للحقيقة والتاريخ ما صار هالشي بالمرة. هلأ المهم مين مدير العام الجديد؟ نجيب أبو عجيب. نجيب أبو عجيب؟ إيه والله الخبر مزبوط. لا بس وصلت البرقية من ساعتين. صدقيني ما بعرف يا سحر، بس عم بيقولوا انه كان مستشار بهيئة التخطيط، بعدين جمدوه سنتين وهلا عينوه هون. ما بعرف هيك عم يقولوا. مزبوط. عم يقولوا عنه عقدة تمام وقابضها كتير جد. وانه ما بيضحك الا كل سنة مرة. شافي بالله حظنا شو معتر يا سحر. يلا ستي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا على هيك ورطة. ايه طبعا انا اللي بدي اكلها اكتر شي لاني سكرتيرته. على كل حال وينك؟ إذا ما عجبني الوضع رح دبر نقلتي من هون فورا. إيه طبعا، لكن شو بدي أقعدني؟ ولا يهمك سحر، شو بيوصلني أخبار بخبرك أول بأول. ماشي، الله معك. نجيب أبو عجيب، إذا كان اسمه مفشكل هيك هو شلون بده يكون؟ مصيبة يا جماعة، فعلا مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله على العلقة اللي راح نعلقها. قال بالدوام بالوزارة كانوا يعيروا ساعاتهم على وقت دوامه. صحيح هيك سمعت، بس في مرة قالوا تأخر عن الدوام ساعة. يا سيدي أكيد كان عنده ظرف طارئ لحتى تأخر الساعة. لك لا ظرف ولا شيء، بس لأنه يوميته قدموا الدوام ساعة وحضرت جنابه نسي يقدم الساعة، لذلك تأخر عن الدوام. مزبوط الحكي مزبوط، على هوا ما سمعت قال اجته حالة اكتئاب حادة جدا وضلت معه مدة طويلة من وراء هالقصة. يا حبيبي نقشت معنا. وقال مرة السائق تبعه سهي وقطع إشارة المرور على الضوء البرداني. احزروا شو عمل فيه. ايه شو عمل معه؟ فورا نقلوا على الجزيرة،
وقال له يلي بيخالف إشارة المرور مو بعيد يخالف بأشياء تانية، مو بس هيك احذروا شو سوا فيه. وشو عمل له كمان؟ أحاله على لجنة طبية لحتى يدرسوا حالته النفسية والعصبية لحتى يشوف إذا كان في عنده حالات عدوانية ولا لا. منيح اللي ما عمله مجنون لهالمعتر. لا إذا هيك فعلا يا جماعة وقعنا وما حدا سمع علينا. الله يعيننا على هالبلوة ويحمل معنا بجاه الحبيب المصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال يا شباب بسيطة، شدوا حيلكم ولا تقنطوا من رحمة الله، فلا بد له من أن يجعل لنا مخرجا. آمين يا رب العالمين. آمين. شو استاذ مهاب؟ أمين السيارة هاي؟ الله يبارك. أحكي للمدير العام معقول يكون مداوم؟ قولي. وقفوا محلكم لحدا يتحرك. قديش الساعة معكم؟ الساعة قديش؟ 9:10 أستاذ. لا يا حبيباتي لا، ما حزرتوا منوب. الساعة هلأ 9:05 والدوام كما هو معروف بيبدأ الساعة 8:30، يعني بالمختصر حضراتكم متأخرين 25 دقيقة. صدق يا أستاذ هذا مو ذنبنا، يعني الباص هو اللي تأخر. أنا ما بحب أسمع هيك مبررات أبدا. يلا رجعوا على بيوتكم، عوفت اليوم وبكرة الساعة 8:30 بتكونوا مزروعين زرع هون قدام الباب. وين 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 يا أنسات؟ وين يا شباب؟ عن باص أستاذ. لا حبيبتي لا، ما حذرتوا منوب. أنتوا اليوم مسجلين غياب، يعني المؤسسة مو مسؤولة إنه توصلكم لبيوتكم. الباص بيرجع للمرآب وأنتوا بتدبروا راسكم. هذا اللي عندي على والله، موظفين آخر زمان الحما. هذا اللي كان ناقص. شو لنا يا الله الحما؟ شو صباح الخير. أهلين صباح الخير. وين سجل الواردات؟ سجل الواردات أنت الثاني. دخيلك شو فايقة ورايقة، يمكن هنيك بالغزانة ما بعرف. تعرفي الحمود أنا رح أموت من نعاسي. وأنا أضرب منك. لك هاي أول مرة من سنتين بفيق مثل هالوقت. فعلا مشكلة. يعني إذا بدنا نبدأ دوامنا الساعة 8:15 معناتها لازم نطلع من بيوتنا الساعة 7:30. معناتها الشيء لازم نفيق الساعة 7 أو أبكر شوي. يعطيكم العافية. خلصتوا الفنجية؟ ايه ابو عزيز خلصنا، بس دخيل عينك اعملي فنجان قهوة سادة تاني، بس تقلي بني شوي بركي مصحصح راسي. على عيني أنسة سحر، تكرم عيني. تسلمي. ما بقى تلحقي تشربي قهوة، نسياني أنت إنه عنا اجتماع بعد ربع ساعة. ايه والله معك حق، راح عن بالي. يا حبيبي إذا هيك حنقضيها اجتماعات معناها نهشت معنا. شو أمرتي هلا؟ جيب قهوة ولا ما جي؟ لا لا تجيب شيء أبو عزيز، يسلموا إيديك. وانتي قومي هلا غسلي وشك قبل الاجتماع بلا ما تنامي جوع وتعملي لنا مشكله. قومي. اي والله معك حق، قايمه ما في غير هيك. اسمعوني شوي اذا بتريدوا. انتوا طبعا اكيد سمعتوا عني قبل ما اوصل، واكيد كونتوا فكره كافيه عن اسلوبي بالشغل. انا مبدأي الوحيد في العمل هو احترام القوانين والانظمه والتعليمات واللوائح، وأنا لن أتهاون أبداً مع كل موظف يستهتر بهذه التعليمات، وسأضرب بيد من حديد لاجتثاث الفوضى والتسيب والاستهتار والتطنيش والتراخي في العمل. فلما كان بيننا للمستهترين أو المتقاعسين أو الفوضويين، لذلك أنا بنصح كل موظف بيشوف حاله غير قادر على التماشي مع المرحلة القادمة أنه يقدم استقالته من هلأ. يقدمها يا أخي والله معه قلبي داعينه. بتشتغل عيني عليك معك قلبي، ما بتشتغل فأنا ما بدي ترهل زيادة. أنا ما رح أحكي كتير لأني مو من الناس اللي بيحكوا وبيطلقوا شعارات. نحن جايين لهون حتى نشتغل ونحترم هذا الوطن المعطاء. وأخيرا بحب ألفت نظركم أنه في جملة من الإجراءات والتعليمات الجديدة والتي سأصدرها تباعا لإعادة هيكلة العمل في هذه المؤسسة، وكل ما أرجوه
أن تتقيدوا حرفيا بهذه التعليمات، وسترون بأم أعينكم كيف سأكون أنا القدوة الأولى في الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات. ودمتم ودمنا لهذا الوطن، ودام الوطن لنا قلعة منيعة في وجه المغرضين والأعداء. والسلام ختام. تفضلوا هلا على شغلكم إذا بتريدوا. تفضل. يعطيكم العافية. أهلين. وقعونا هون إذا سمحتوا. شو هذا؟ تعهد خطي بالالتزام بكل التعليمات الجديدة، وعم ندور على كل الموظفين حتى يوقعوا. حلو كثير، ظريفة هالنافة طالعة معكم. طيب إذا وقعنا وما التزمنا شو بيصير علينا؟ علمي علمك، وقع أخي. هات لوقت. راح اسمي وقعت لك. تفضل أستاذ. حاضر. وقع هون إذا بتريد. تكرم، هي عادي المستوى. يا شامو. أهلا وسهلا. وقع أستاذي. جنب اسمك الله يخليك. هلا تخربي. تكرم عيونك ابو عزيز. شرف. الله يرضى عليكم. يسلم اليدين. سلامات. الله يسلمك. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. على علمك انسه نجوى، يا ترى في عنا بالدائره موظف شاطر بالتخطيط؟ على حد علمي ما في شيء. مديريه تخطيط اضرب واطرح وما فيها ولا موظف بيعرف يخطط. اصبح وين هيك؟ امور استاذ. اكتبي لي كتاب للوزاره مشان يفرزوا لنا خطاط للمؤسسه وجيبي لي اياه حتى وقعه. حاضر استاذ. شكرا. وما عرفت ليش شو بده الخطاط؟ قال منشان يخطط لوحات للتعليمات الجديده. ايه دخيله، ومحرزه مشان كم لوحه يعينوا خطاط. شو بيعرفني عم تساليني الي؟ بأنو خط بتعرف تخطط انت؟ كل الخطوط استاذ، الرقعي، الفارسي، نسخي، الثلث، الفني. طيب طيب، انا راح افضي لك غرفه مخصوص تحت الدرج حتى تداوم فيها. حاضر استاذ، انت بتامر. بنزل هلا على مستودع، استلم كرتون واقلام تخطيط وقرطاسيه وباشر عملك. امسك لك. بتخطط لي كل عباره من هدول على 3-4 لوحات، وبعد ما يخلصوا بتسلمه لابو عزيز. حاضر استاذ. الله معك. شو يعني؟ ما عاد في حفلات فول وتسقيم؟ والله باين رح نقضيها على الساندويش. يا حبيبي، حتى ساندويش ما عاد فيه. شو يا جديدة هي؟ قلب ممنوع الزيارات. تفضل معي هلا. يا حبيبي. خافوا والله. خافوا. حبيبي والله اللي بيقرا اللوحات برا بيفكر انه الشغل عنا مقتل بعضه. استاذ بهاء، شرف بلا مطرود على مكتبك. اخس، شو استاذ عادي؟ عم تقلعني يعني؟ محشوم استاذ بهاء، بس انت بتعرف بالتعليمات ممنوع الزيارات الخاصة اثناء الدوام. حق بالخرج، كله حبر على ورق. عم حل هالكلمات المتقاطعة. شوف، يا ماما. يا ماما. يم بمعنى البحر. أهلين. أي أهلين أستاذ. أنت وين مكتبك؟ أنا بالأرشيف سيدنا. شو عم تساوي هون؟ ما شفت التعليمات؟ بلا، أنا مو ضد التعليمات سيدي، أنا هون عم مو زيارة يعني جاي. لك هلا شو كنت جاي؟ عم بستعير السخان تبعك. ولا شو سخان؟ السخان لأنه فيشنا محروق تبع الشاي، بدي أحط ساوي بالفعل شاي. عذر أقبح من ذنب. أبو عزيز. نعم أستاذ. روح لعند الخطاط وقول له يخطط 10 لوحات مكتوب عليهم ممنوع استعمال السخان تحت طائلة المسؤولية. أوام. حاضر استاذ. هوا. وانت تفضل روح على مكتبك، واوعك تخليني اشوفك برات مكتبك مره تانية. يلا تفضل. حاضر استاذ. وانت تاني؟ نعم سيدي. وانا موظفينا. شو بدك؟ شو بدك؟ شو بدك؟
يا رب خلف المسرح. ليش الشعبيك تنفتح اصلا؟ يا حبيبي كمان الممنوعات لحدنا لهون. لك شو بيعرفني؟ الله وكيلك حاسس حالي كأنه قاعد بمدرسة ابتدائية. يا الله شو هاي كمان؟ شو بيت عينك بابا؟ يا حبيبي انا عزاسي المدير. قال ممنوع فصفصة البزر. انا بدي اجيب ترموس معي. شوف شوف شو كتب. قال ممنوع فصفصة البزر داخل الباص. مو ناقص غير بقى نقعد مثل الصنم وما نتحرك. اسمعي وسطحي. رايحين على مدرسة لانه سحور. ها قلتك بنقدر ناكل قضامة؟ اكيد ايه لانه ما الها اشي. وين الحديقة؟ لك هيك أنا لك شايف الحديقة يا رجل. لك قصدي وين الزهر والوردة اللي ممنوع القطفة؟ ما بعرف، يمكن المدير العام ناوي يزرعها أزهار وورود فيما بعد. شيب منطقة حكومية ممنوع الاختراق. شيب شلون فتنا نحن؟ والله ما بعرف. وينك يا ابني؟ اليوم شفت في ازدحام شديد على باب الدبليو سي. بقى شو القصة؟ ما بتعرف شو القصة؟ طيب بسيطة، اكتب لي ارمة صغيرة ممنوع الدخول لمن ليس له عمل وعلقوها على باب الدبليو سي. ممنوع استعمال المصعد لأكثر من شخصين. معناته أنا بدي أطلع مشي. حلوة. تعال هاي. ممنوع الشخبر على الحيطان. مجانين نحن. الحيطان دفاتر المجانين. شو أبو مايا؟ عندك شغل كتير؟ لك تركي بهم والله يعينه. مالك شايف كتير مشغول؟ لك عم يسألوك رد عليه ولا أبو مايا؟ جاوبنا شو عم تساوي؟ شو؟ حبيبي. وهلا منين بدنا نفوت؟ ما بعرف شو نفوت من الشباك يعني؟ ليش فكرك يعني مسموح الدخول من الشباك؟ اصبح ما في حل الا نفوت من باب الوراني. الحقوني لالكم. يا حبيبي. الحقيقة ومنذ ان توليت ادارة هذه الشركة قمت باجراء اعادة الهيكلة لكافة قوانين الشركة بحيث تستطيع أن تتماشى مع روح العصر. وانطلاقا من هذا المبدأ قمت بإصدار حوالي 40 قانونا جديدا و70 أمرا إداريا و90 تعميما و30 بلاغا. واللافت في الأمر أن جميع الموظفين والموظفات يتقيدون بتنفيذ هذه التعليمات الجديدة تنفيذا حرفيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنامي روح النظام والشعور بالمسؤولية والحس الوطني العميق لدى جميع العاملين في هذه المؤسسة. ما
مرحبا استاذ عدي. مرحبا عدي. مرحبا. اهلين بالشباب. شفتنا الاستاذ نجيب. الاستاذ نجيب؟ ليش هو ضايع لا سمح الله؟ والله ما بنعرف، مدري وين راح. هلا فهموني وحده وحده، شو قصه الاستاذ نجيب؟ يا سيدي القصه وما فيها انه صار لنا 3 ساعات عم ندور على الاستاذ نجيب وما كنا نلاقيه. الاستاذ نجيب ليكون طلع برات المؤسسه. ما حدا شافه طلع برات المؤسسه، بعدين سيارته على الباب. شو يعني؟ يعني الاستاذ نجيب لساته هون بالمؤسسه بس ما عم نلاقيه. شرفونا ندور عليه. يلا تفضل. وين بده يكون يعني؟ ما له بالعاده يختفي. لك يا جماعه كانه فص من حدا، مو مبين له اثر. هاتوا البشاره شباب، هاتوا البشاره، لقينا الاستاذ نجيب. وين؟ الان بالمستودع تحتاني. شلون على الان يعني؟ هلا بلكت الحكي الحقوني لما طالعوا. يلا يلا يلا. استاذ نجيب وين حضرتك؟ احنا شغل بالنا عليك الحقيقه. استاذ نجيب بسيطه لا تاكلوا هم. بيلزمك شي مساعده استاذ؟ طبعا يلزمني مساعده، بدي اطلع من هون حاسس حالي محاصر يا جماعه. طيب استاذ يعني ليش ما بتطلع من الباب اللي فتت منه؟ بس انا فتت من الباب الوراني. طيب اطلعوا من الباب الوراني. ولك يا بني ادم ما بتعرف انه ممنوع الخروج من الباب الخلفي؟ ليك الارمن، ليك قدامك. معلش استاذ مشيها هالمره. اعوذ بالله، شو مشيها ولك؟ شو مشيها؟ قسما بالله ما مشيها ولا بشكل. شو بتحكي انت؟ ومستعد اقضي بقيه عمري هون بالمستودع ولا خالف قانون انا حطيته؟ يعني اذا ما كنت انا قدوه لكم وتقيدت بتنفيذ القوانين، مين بده يكون القدوه؟ مين ولا؟ فهموني لشوف. معك حق يا استاذ، الموقف صعب كتير. طيب اطلع من الباب الرئيسي استاذ. لا شو اطلع من الباب الرئيسي؟ مالك شايف اللي رح قدامك؟ تصيح منيح. طب تصيح، ممنوع استعمال هذا الباب. طيب استاذ اطلع من الشباك ونحن بنسناولك من هون. قولك يا اخي انا ما بدي حدا يسناولني، ماني اصير حربي انا، واذا بدي اطلع من الشباك بطلع، بس ما بتعرف حضرتك انه ممنوع فتح النافذه؟ فعلا مشكله. شو الحل استاذ؟ معقول ضل هيك عصيان جوا؟ ما بعرف، احترتوا الله حيرني، لاقوني حل يا جماعة. أنا حاسس حالي محاصر تماما، بقت خلاقي. عفوا أستاذ اجتني فكرة، تسمح لي أقولها؟ شو هي؟ يا أستاذ مو حضرتك المخول الوحيد بهالمؤسسة يلي بسن القوانين والتعليمات؟ بلا حضرتي، شو المعنى؟ يا أستاذ ما في غير تسنوا قانون جديد تسمحوا فيه لسيادتكم تطلعوا من هذا الباب. برافو عليك يا بهاء، برافو. ذكرني اصرف لك مكافأة لأنه ما في إدامي غير هيك حتى فك حصاري. ابعتوني ورا الخطاب بسرعة. أوام ليكني هون أستاذ، جاهز مثل العادي. أصبح وينك؟ إي اكتب لي لوحة مسموح العبور من باب المستودع على المدير العام فقط ولمرة واحدة فقط. 5 دقائق بتكون جاهزة سيدي. اشبول خطك شمل، لا تتأنى كتير، دايت خلاقي كتير. حاضر سيدنا. هلا وهيك منكون ما خلفنا التعليمات ابدا يا جماعه. شو يا جماعه؟ ما بدنا نروح عند المدير العام لحتى نهنيه بالسلامه؟ لكن بلا رايحين، بس ناطرين لحتى يجي الورد، مو حلو نروح ايدينا فاضي. ليش بعتي تجيبي ورد؟ ايه بعتت ربيع يشتري الورد، على فكره رح يجي عليه اسمنا كلياتنا. اصبح من فعلك بعدين شو بيطلع لك. خلاص مو يلا يا جماعه وكل ورد جاهز. شرفي يلا تفضل. شو ممنوع احضار الورد